بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتلقيح المعتمدة اليوم خاصة على منظومة إيفاكس اليوم تعوضت أو عوضناها بمنظومة أخرى كانت ناجحة وكنا سباقين لها وكنا رايدين فيها. منظومة التلقيح لكن كنا رايدين فيها في عهد الزعيم بورقيبة في الستينات وفي السبعينات وكانت عنا ثقافة وتقليد في مسألة التلقيح وكنا نمشي وإحنا للأرياف ونلقحوا معناها إحنا نمشي للديار ونلقحوا. اليوم ترى أنه الاستراتيجية هذه المعتمدة اليوم مع ضرورة التسريع في حمليات في عمليات التعقيم والتلقيح تراها ممكن أن تنجح منظومة إيفاكس؟ شوف هي المنظومة فرضها النوعية ذيك فرضها شح لفاكسان فبالتالي ولاو يخدموا بالأولوية ولا منطقي لكبار السن إلى غير ذلك. مثلا كيف عطاو الأولوية للي أعمارهم 60 سنة أكثر من 60 سنة ما جاتش الناس كل اللي جاوا وسجلوا في الإيفاكس أكثر من 60 سنة لقحوا لهم بنسبة تتجاوز 97%. أنا أقول لك لو كان الناس كل اللي أكثر من 60 سنة استجابوا وجاوا لقحوا وهل زوز ملايين تلقيح اللي عملناه ما عملناه من بو 60 سنة فما فوق اليوم عددهم في تونس قرابة 1,700,000. نقول لك نسبة الوفيات كانت ستكون أقل بكثير لأنه أكثر من 80% من الوفيات أعمارهم أكثر من 60 سنة. لو كان جاوا ملقحين نسبة الحالات المعقدة وبالتالي نسبة الوفيات تكون أقل بكثير. لكن هما ما جاوهمش الناس ويلزم توا كي توفرت لقاحات نشوفوا طريقة تدفع الناس إلى التلقيح خاصة اللي أكثر من 60 سنة. وإن شاء الله معناها نقويوا من قدرتنا في عدد التلقيح اليومية نوصلوا إلى 100-150,000 200,000 لما لا في شهر ونص إذا كانت توفرت التلقيح. اليوم في حدود 17,000 تقريبا معدل تقريبا لأنه ثم شح متاع لي باكسان لكن بتوفر لي باكسان قادرين نوسعوا من الطاقة متاعنا إن شاء الله.